أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر الهاجري أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تبين عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040. وأوضح الهاجري أن مجلس الأعمال السعودي العماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين. وللحديث أكثر ينضم معنا المحلل المالي الأستاذ عبد الله الحامد. أهلا بك أستاذ عبد الله. بالبداية حدثنا عن التبادل التجاري بين المملكة وعمان خلال السنين الماضية. مرحبا أخ نايف وفيك سلام شهيدين، شكرا على الاستضافة. هي يمثل التبادل التجاري بين المملكة والسلطنة ما يقارب 7.3% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة ودول الخليج، وهو الحقيقة في نمو متصاعد إلى قبل بداية الجائحة بمعدل تقريبا 10 مليارات سنويا في آخر 7 سنوات. ولعل أهم ما يتم تصديره من المملكة إلى عمان هو المنتجات الحديدية والأعمال المعدنية، وكذلك يتم استيرادها عن طريق كمشغولات معدنية وأيضا بعض المواد الغذائية عن طريق عمان. وتمثل المملكة الحقيقة يعني قاعدة رئيسية لإعادة التصدير لعمان ومنتجاتها لدول أخرى حول العالم. طيب، تحدث رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني عن القطاع الاقتصادي بأنه يعني يحظى بأهمية بالغة يعني في ظل الرؤيتين الطموحتين لرؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040. كيف ترى توافق الرؤية بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي؟ ما في شك الحقيقة قادة البلدين الكريمين يعني يسعون لما فيه صالح شعبهم ويسعون إلى تنمية وتعميق العلاقات بين الشعبين الشقيقين والارتقاء بحجم التبادل التجاري والعلاقات الاجتماعية والتنسيق السياسي كذلك الذي يتم بين البلدين. وأعتقد أن وجود مجلس الأعمال السعودي العماني سوف يسهم بمشيئة الله في ترجمة الفرص التجارية والاستثمارية إلى شراكات ملموسة بوصف قناة تواصل فعال بين رجال الأعمال لتعزيز الشراكة والتعرف على الفرص الاستثمارية والاستفادة منها. واليوم المملكة موجودة في الحقيقة الاقتصاد العماني عن طريق العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة كمحطات الكهرباء وأيضا مجال الأعمال والتجارة والتصدير وعلى التصدير. طيب أستاذ عبد الله، سيتم افتتاح منفذ بري بين المملكة وعمان، يعني حدثنا عن الأثر الإيجابي الاقتصادي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الحقيقة ما في شك أنه المنفذ هذا له أهمية كبيرة، والطريق البري اللي يربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان سوف أول شيء يساعد على تدفق السلع وأيضا الأفراد بين البلدين، لأنه يعني هناك منافع عديدة من الطريق، لأنه يختصر الحقيقة ما يقارب 800 كيلومتر عن الطريق الحالي، وهذا سوف يكون إضافة نوعية الحقيقة لشبكة الطرق بين دول الخليج، وسيسهم في تعزيز القطاع اللوجستي والنقل البري والتبادل التجاري وتدفق الأشخاص والسلع إلى البلدين يعني بالفترة القادمة بإذن الله إن شاء الله. نعم، هذه الزيارة يعني توطد كثيرا من العلاقات السياسية والأخوية والمحبة، وأيضا هنالك جانب اقتصادي كبير في هذه الزيارة. هل تتوقع زيادة استثمارية واقتصادية ما بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بما هي عليه الآن؟ ما في شك، نعتقد أنه يعني فرص عديدة الحقيقة. عمان سوق مهم ورئيسي للعديد من المنتجات السعودية، وكذلك السعودية سوق مهم وقوة شرائية يعني مهولة الحقيقة، تستوعب الكثير من المنتجات العمانية الأصيلة اللي إن شاء الله سوف يتم العمل على الرفع من مستواها وتعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام عن طريق مجلس الأعمال عن طريق التنسيق بين قيادة البلدية. شكرا لك أستاذ عبد الله الحامد المحلل المالي، شكرا جزيلا لإثراء هذا الملف.